عبد الله بن عون وهو من السلف الصالح نادته أمه يا عبد الله، قال لبيك أماه، ثم استغفر وأناب وحزن، ثم أعتق جاريتين رقبتين. قالوا لما؟ قال صوتي ارتفع على صوتها. الله المستعان، وين عيالنا اللي أصواتهم تخرج خارج الأسوار ويرفع صوته على أبوه ويرفع صوته على أمه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.